في كثير أشياء ومعتقدات ومفاهيم ممكن تتعلق بصحتنا صحيح. نسمعها من الناس اللي حولنا ولكن هي غير صحيحة أبدا، زي أنه أمراض الديسك بالرقبة بتصيب بس كبار السن أو أصحاب الخبرة، ولكن الحقيقة أننا صرنا نشوفها عند صغار السن نتيجة الجلوس يعني لوقت طويل أو بشكل خاطئ. يعني أنا واحدة منهم من صغار السن بلا شك. وبعد من الأشياء اللي سمعناها من الناس غادة أن أي شخص عنده ديسك فورا يقولون له لازم تسوي عملية، وهذا الشيء بلا شك أنه غلط، لأن أكثر أنواع الديسك ممكن أنها تشفى عن طريق العلاج الطبيعي وبدون تدخل جراحي. طبعا هذا بالإضافة لمفاهيم خاطئة كثير تتعلق بصحة المفاصل والعظام، ولأهمية هذا الموضوع عشان نصحح كل هذه المفاهيم الخاطئة راح يكون معانا كل اثنين ولمدة شهر فقرة خاصة عن صحة المفاصل والعظام مع الدكتور عادل رجولة اختصاصي العلاج الطبيعي للعمود الفقري والمفاصل. طبعا هو غني عن التعريف لأنه دائما بيطلع معانا. صباح خير يا عرب، بس له فترة طويلة. أنا خليني أروح اشتقتلكم واحنا بالأكثر ويا مطول الغيبات جايب الغنائم. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله اجيب الغنائم نستفيد كلنا من الحلقه. يا هلا وسهلا فيك دكتور، منورنا. الله يسعدك. طبعا مثل ما قالت غادة انت راح تكون ويانا كل اثنين ان شاء الله. فشنو هو اول موضوع اليوم احنا راح نتكلم عنه؟ اول موضوع راح نحكي عنه اليوم ان شاء الله هو موضوع كثير مهم، لانه حسب احصائيات منظمه الصحه العالميه 70% من الاشخاص بيعانوا بالقليل مره بحياتهم من الم بالرقبه. الام الرقبه اللي نازله على الكتف واليد بأغلبها بيكون سببها مشكلة بالديسك، ديسك تبع الرقبة. هلأ ديسك هالكلمة اللي كتير كبيرة وكل عالم تحكي عنها، أغلبنا ما بيعرف شو معناها، خلينا نوضحها. صحيح. الديسك هو عبارة عن قرص صغير مثل هيدا، إذا الكاميرا بتاخدها ديسك قرص صغير بيكون موجود بين الفقرات، مهمته أنه يحمي الفقرات من أنها تحتك ببعضها، بيخلي الفقرات ما تحتك ببعضها، سوري، بيخلي الفقرات ما تحتك ببعضها وبيسهل عمل الفقرات على بعضها كرمال العمود الفقري تبعنا يتحرك بإنسيابية. يعني بين كل فقرة وفقرة في ديسك. في ديسك. هلا نتيجة جلوسنا الخاطئ لوقت طويل، وخصوصي لما نحن نستعمل الوسائل التواصل الاجتماعية، فمنقعد بطريقة خطأ. حلو. شو اللي بيصير بالضبط؟ اللي بيصير انه الفقرة الخامسة والفقرة السادسة بالرقبة، نحن نعرف انه الرقبة مؤلفة من 7 فقرات. الفقرة الخامسة، خلينا نعتبر انه هاي الفقرة الخامسة وهاي الفقرة السادسة. اللي بيصير، شوف علي، راقب حركة رقبتي مع حركة الفقرات. الفقرة الخامسة تسقط على السادسة، نحن قاعدين بطريقة غلط. شوف كيف الفقرة الخامسة تسقط لقدام على السادسة. شوف شو عم بيصير بالديسك، عم ينضغط، بينضغط الديسك، فالسائل اللي موجود داخل الديسك بيطلع لبرا وبيضغط على العصب، فبيصير عندي ألم بالرقبة نازل على اليد. بالضبط تشبيه كأنه دونت. يعني العالم تسأل ليه جبت معي دونت، إذا الكاميرا بس بتاخد دونت من قدام، نعتبر أنه الدونت هي الديسك. شوفوا شو بيصير، انضغط على الديسك، شوفوا شو بيصير. صحيح. الماء عم تطلع لبرا. بالضبط هيك بيصير وقت يكون عنا ديسك. الفقرة الخامسة بتصعد على السادسة، المي تبعية الديسك بتطلع لبرا، بتضغط على العصب. بس عفوا دكتور، يعني للأمانة في كثير من الناس يدرون أن مثلا الجلوس الخاطئ هو مضر. صح. بس شلون الواحد يعني دائما ينسى أو يتناسى الإنسان مع مشاقل الحياة، مع مثلا استخدامك للجوال، فشلون تذكر نفسك؟ 100% كلامك صح. مشان هيك أنا اليوم جبت لكم تمرين. بصراحة أنا مع خبرتي مع العالم بسنوات طويلة، حاولت إذا المريض صعب عليه يروح على الجيم، حاولت جيب له التمرين اللي عنده على المكتب. هلا بعد شوي حأرجيكم التمرين كتير مهم. حلو. بالعمل. أوكي. هلا شو بيقول لنا المريض؟ بيقول لنا المريض دكتور أنا عندي ألم برقبتي نازل على إيدي، سواء مع تنميل أو بدون تنميل، ما دائما بيكون في تنميل. وأحيانا وهي كتير مهمة اللي عم يسمعونا، بيكون في فقط ألم باليد. فأنا بنصح كل حدا عم بيعاني من ألم باليد ما عارف شو سببه، يروح عن طبيب يفحص له الرقبة، لأنه ممكن يكون من الرقبة. شغلة تانية، بقول المريض دكتور أنا بزيد ألمي اللي نازل على اليد لما لف رقبتي سواء على اليمين أو على اليسار من الجهة اللي طالع فيها الديسك. ليش؟ خلينا نعتبر هي هيدي صورة فقرة. حلو. أوكي؟ خلينا نقول رقبة قصوها هيك بهالطريقة، وهيدي الفقرة. حلو. هون موجود الديسك. وهيدا الحبل الشوكي، هون الحبل الشوكي، وهدول اللي طالعين من هون هي الأعصاب. جميل. أوكي. الديسك طلع ضغط على العصب. هيدا هو الديسك لما يطلع بيضغط على العصب. فشو بيصير المريض؟ كل ما عم يبرم راسه الضغط على العصب عم بيزيد، فمشان هيك الألم بيصير بينزل على اليد.
العلاج. كل شيء خصه بالعمود الفقري والمفاصل والإصابات الرياضية، أول شيء يبدأ العلاج بالعلاج الطبيعي. حلو. إذا العلاج طبيعي ما ساعد، ممكن لجوء لحقن أو كورتيزون أو بلازما وما شابه، وإذا هذا الشيء فشل ممكن لجوء للعملية. خلنا نقول إن مثلا الديسك الحين في مراحل الأولى، مراحل الأولى كلها بالعلاج الطبيعي. علاج طبيعي، شو بنعمل؟ بالعلاج الطبيعي بنحاول ببعض التقنيات اليدوية إنه نفتح هيدا المكان، نفتح مخرج العصب حتى نخفف الضغط على العصب، فبالنتيجة الألم اللي نازل على اليد بخف. إذا كان الالتهاب قوي ممكن نلجأ لفترة معينة لهيدا الطوق. حلو. هيدا بحطه المريض، نلجأ له بهالطريقة، بس نحطه وقت قليل، يعني ماكسيموم أسبوع، ماكسيموم أسبوع مش أكتر، حتى نخفف ضغط على العصب مع الأدوية. هل هذا دكتور يساعد إنه يرجع الديسك إلى مكانه ولا فقط للعصب؟ لا، فقط لتخفيف من الضغط على العصب. حلو. وحخبرك شغلة وهي مفاجأة تكون للكل. إذا نحن هون مثلا 12 بالاستوديو، إذا عملنا 12 رنين مغناطيسي حتلاقي 10 عندهم ديسك طالع ولكن ما حاسين فيه. فما بهمنا إنه الديسك يرجع لمحله، بهمنا إنه ما يكون مسبب ألم. أوكي. هلأ عملنا علاج طبيعي، في تمارين كمان لازم نعطيها للمريض. أول تمرين حأرجيكم إياه حتى يخفف الضغط على العصب هو التالي. خلينا نقول المريض عم بيعاني من ألم بالرقبة نازل على الجهة اليمين. أول شيء يجلي صدره، وشغلة كتير مهمة كمان بدنا نقولها، إنه شو مكان المفصل اللي عم تشتغل عليه، حتى لو مفصل القدم، لازم يكون صدرك جالس، لأنه ممنوع تعمل أي تمارين تقوية لكل الجسم إلا ما يكون العمود الصلب تبعك بوضع مستقيم وجيد. منجلس الصدر، الإيد اللي نازل عليها الألم منحطها على البطن، لأنه ما بدنا نتركها نازلة كرمال ما يشد على العصب أكتر. نطلب من المريض يوطي دقنه ويلف للجهة المعاكسة للألم، يعني واحد اثنين وترجع سيدة، ثلاثة ايه رجع سيدة، ايه أربعة، يعملها 20 مرة كل ساعتين. قاعدة حتى غادة مركزة ويانا ما شاء الله عليها. ايه برافو برافو، كثير مهم. بحاول والله. بالضبط. شو هدفنا؟ هدفنا انه نوسع العصب اللي مارق من هون واللي ضاغط عليه الديسك. رقم اثنين، مثل ما تفضلت علي كثير، كل مشكلة العالم اللي تجينا على العيادة انه دكتور ما قدر اني اروح على الجيم، دكتور كيف بدنا نصلح وضعية جلوسنا، دكتور بننسى. يعني استنبطت او هيك اخترعت شغله صغيره، انه نحن بهيدي هذا التمرين بهاي المطاطه البسيطه، حتى ما بقى الناس تتحجج تقول ما عندي وقت. اوكي، خلينا نقول الشخص قاعد على اللابتوب عم يشتغل على اللابتوب كل الوقت، جيب هذا هنا خلينا نحطه. حلو. ممكن يربط هيدي المطاطه، بتشتروها من الصيدليات يا جماعه، كثير سهل تلاقوها، تربطوها باللابتوب هيك بهالطريقه، شوف كيف انا رابطها، اذا الكاميرا بتقدر تاخذها. أوكي. تربطوها باللابتوب هيك، بتحطوها بهالطريقه، كثير سهله تربطها في، والشخص قاعد. نحن شو هدفنا؟ كيف نصلح وضعية الاستقامة؟ إنه من قوي عضلات وسط الظهر، اللي هي هيدول العضلات اللي هون، لأنه إذا صار فيهم، إذا تقووا بيصير في استقامة بالظهر، فوضع الرقبة بيزبط. طيب شو التمرين؟ الشخص قاعد قدام اللابتوب، بيجلي صدره، بحاول يقرب لوح الكتف من بعضهم، يقرب الرفش من بعضهم على مهل، ويعملها 20 مرة هو قاعد، ويترك هاي الربطة محطوطة على اللابتوب كل ساعتين، بس يمسك هاي 20 مرة، لا بتكلفه وقت، لا بتكلفه مصاري، لا عم تخليه يتكبد انه يروح على الجيم او هيك، وكتير كتير بتساعد. بس الافضل دكتور انه يروح للنادي يسويها بين فترة وفترة عشان يقوي طبعاً عضلات طبعاً الظهر عنده. 100%. بس انا عم بحكي الاشخاص اللي ما فيها تروح، اللي ما عندهم، ايه بلا شك، واللي بتقعد كتير بلا شك على الكمبيوتر كل وقتها، تستعمل هذا التمرين، جدا 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 مهم. هلا اذا هيدا كله ما ساعد، العلاج الطبيعي يعمل تقريبا 6 جلسات. حلو. 5 إلى 6 جلسات. اذا ضل الالم نفسه، فاذا بحاجه للجوء لحقن مسكنه بتنعطى، خليني اخذ هيدا، بتنعطى بمخرج العصب، بتنعطى بالضبط هون مطرح ما ضاغط على العصب حتى نخف الالتهاب. حلو. طيب دكتور بقول لك على شغله، يعني هم دائما يقولون ان الوقايه خير من العلاج، احنا جالسين نتكلم الحين عن لما تصير عندك مشكله. صح. طيب شلون انا كانسان اقي نفسي من انها تجيني هالاشكاليه هذه؟ الرياضه رقم واحد، واهم تمرين تعملوه هو هذا اللي ارجينيكم اياه. ليه؟ خلينا علي نقول اذا نحن الصدر عنا منه جالس، استحاله الرقبه واسفل الظهر يكونوا بحاله جيده. حلو. فدائما يعني انا بقول مرات للمريض جلس، فشو بيعمل؟ صح. غلط، ما هيك. صح. جلس هيك. صح. مفتاح الاستقامه الصح للجسم
هو الصدر. مشان هيك هيدا النوع من التمرين لازم تعمله كل العالم مخصوص بوضعية حياتنا هلأ، كلنا بنقعد كتير، كلنا على التليفونات الصغيرة، فكلنا بيه هيدي الوضعية، واللي هو رب العالمين ما خلقنا جسمنا لنكون بيه هيدي الوضعية، بالعكس لنكون واقفين وعم نشتغل، بس طبيعة حياتنا والتكنولوجيا هلأ هيك عم تاخدنا بهالطريق. بعد عندي سؤال دكتور، يعني هم دائما يقولون إن خصوصا مشاكل الظهر أو مشاكل الرقبة سببها إن الجوال حنا نطالع فيه لتحت، صح؟ فهل يفترض ان احنا نستخدم الجوال براسي، يعني الراس يكون الاعلى ولا 100%؟ لا اقول لك شغله، انا دائما بقول هو شو اسمه جوال، ليه؟ لان هو يجول، يعني هو بيطلع موبايل، هو اللي لازم يتحرك، ما انت تتحرك لعنده. هذه جديده بصراحه يا دكتور، انا اول مره اسمعها. ايه لانه هو يجول معك، عرفت؟ فمش رقبتك تجول معه، عرفت؟ فهو جوال، يعني انت بتجيبه لعندك مش انت بتروح لعنده. انا دائما بقول هيك لمرضاي، بقول هو اسمه موبايل لانه ات موفز، بيتحرك، فروح جيبه هو اللي عندك مش انت تروح لعنده. جميل جدا، شكرا لك يا دكتور، احنا مستمرين باذن الله وياك. بتشرف للامانه، ثريه جدا الفقره، وحنا متحمسين ان نشوف الفقرات الباقيه المتبقيه. اكيد اكيد، بتشرف لك. اكيد يعطيك العافيه. الله يعافيك.